نبدا يا شباب عشان الوقت عشان نروحكم بدري. يا ريت يا ريت تروحوا. كنت بكره من عارف بس انا بكره عندي محاضره في الجامعه. كنت في سبعه ميد بدي قال لي معلش. تقييم استخدام المايكروفايلز في الاثار المصريه، طبعا اثار مصر مش اثار مصر الفرعونيه، لا هم 17 اثر اللي استخدموا او اللي تم استخدام المايكروفايلز اللي هي الخنازير البريه. طبعا من وجهه النظر الانشائيه البحته انا لا افضل استخدام المايكروفايلز في الاثار بتاعتي. ليه؟ حد سؤال ليه؟ اللي حصل حصل خلاص، واللي حصل مش ضار، انما هو في برضه بعض العيوب للمايكروفايلز. ايه هي هذه العيوب؟ نيجي نبص الاثار بتاعتنا عاشت مئات السنين ازاي ما كانش فيها مايكروفايلز. الزلزال بقى يجي على الاثر يهزه، وبعد الزلزال ما يخلص الاثر يثبت. طب امال المايكروبايلز هتعمل ايه؟ المايكروبايلز هتحول الاثار بتاعتنا لو اسأنا استخدامها من حاجه بنسميها فليكسبل ستراكشرز، يعني مباني مرنه، الى مباني ريجيد. ريجيد يعني جامده رصينه. ده العيب، ده العيب بتاع المايكروبايلز الوحيد. عشان كده احنا بنقول لما نستخدم مايكروبايلز نحذر او نستخدمها بتأني، بدراسة، بتفكير. لو هستخدمها في مبنى ما شبكهاش كلها ببعضها، ما لزقهاش كلها في المبنى، لا اخليها اجزاء وكل جزء لوحده، وكل جزء على قد الخوازيق اللي فيه او على قد الكتلة اللي هو فيه. ده العيب الوحيد. الكلام ده أكده لما عملنا مؤتمر سنة 2001 الآثار المصرية. جه وفد من يونسكو، وفد كبير، وكان واحد عجوز منهم كده قال يعني انتوا عندكم حركة نشطة في ترميم الآثار، إنما أنا عاتب عليكم إن انتم أسرفتم في استخدام الخوازيق البريد. وقعد يشرح الكلام اللي أنا بقوله ده، وجاب رسومات ريجيد فليكسبل مش عارف إيه 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 كده. احنا عيبنا حاجه اما نطلع في موضه نقلد بعض، نقلد بعض. التليفون ده بتاع مين؟ في تليفون بيضرب. لا ده تليفون انا اللي بيضرب، لا ده تليفون انا اللي بيضرب. ده عيب الخوازيق الاباريه. برضه ما اقدرش اقول لك ان هي رخيصه، لا غاليه. الخوازيق الاباريه لما بداوا بيها في الازهر عن طريق الايطاليين المتر كان بيكلف مصر 395 جنيه، 395 جنيه المتر. لو الخازوق 10 متر يبقى اضرب في 10 يبقى 3000، 4000 جنيه الخازوق، غير الهامه، غير الكاب، غير الحفر، غير الرب. فبيكلم تكلف تكاليف عاليه جدا. انما احنا في الاخر هنقول مفيش داعي ان احنا نتكلم في الفلوس، مفيش حاجه تغلى على الاثار بتاعتنا. خلاص؟ انما المهم السلامه الانشائيه، السلامه الانشائيه ان احنا نخاف من الريجيديتي اللي اصبح عليها الاثر. خلي بالك لما المبنى يكون فليكسبل ما ينهارش فجاه. لا ينهار فجاه. مبنى الفليكسبل لانه مرن، زي اللعيب الرياضه لما يجي يقع ما يقعش، يقعد يعمل كده كده قبل ما يقع. انما لو واحد تخين قوي لو كرهه حاجه هوب يروح نازل ساكن. فالاثار اللي هنسرف فيها في استخدام المايكروبايلز هتتحول الى ريجيد ستراكشر، والريجيد ده خطورته انه ينهار بلا انذار. ينهار فجاه، يحدث انهيار مفاجئ.
أو انهيار جزئي مفاجئ. خلاص. طيب احنا بقى عايزين نشوف احنا وقفنا فين. ايوة هم دول الخمسة والسبعة والكهرباء والكلام ده اتكلمنا عنه. قلنا طبعا التوصيف الغير دقيق، التوصيف الخاطئ لغربة الإحلال، قلناها استخدام السوب الخوازية الإبارية في تدعيم آثار حالتها لا تحتاج زي السلحدار والغول. كان مفروض السلحدار تدعم أساساته، كان في أعمدة في الصحن بتاع المسجد ميلة، قال لك نعمل لها مايكروبايتس. لما كشفنا على قواعد الأعمدة لقينا الأعمدة مبنية على ميدة ضخمة مربعة الشكل، شايلة الأعمدة، واتنشر ياما في الجرائد هذا الاكتشاف، كانت حاجة حلوة أوي. احنا كنا هنغلط غلطة كبيرة، كنا في الميدة دي هنقعد نخرم ونخور ونعمل بلاوي زرقاء، وأجدادنا عاملين تحت أعمدة الصحن ميدة ضخمة شايلة الأعمدة اللي هي في الجامع هناك. المبالغة في استخدام الخوازيق الإبارية سواء في العدد أو في الطول أو في القطر، لأنه كل ما زادت التكلفة كل أتعاب اللي هينفذه ما زادت. التحميل، كان في دكتور اللي هو جه متأخر، الزميل اللي جه متأخر وقال لي التحميل إيه؟ أو مش هتان اللي كان واقف في الشباك بيسأل التحميل. التحميل ما زال مشكلة يا جماعة. التحميل اللي بيروح للمايكروبايلز كله افتراضي، كله افتراضي. واحد يقول لك انا هفترض ان وزن الحيطة كله هرق الخوازيق، مش ممكن. حيطة 2 متر هتروح الخوازيق كلها ازاي؟ ده الخوازيق على الجنب ده والخوازيق على الجنب ده. طب الفل الردم اللي في الوسط مش راكز على الارض، ما اقدرش اوصل الخوازيق. فاذا موضوع سلوك الحمل من الحيطان او من العناصر الاثريه للخوازيق ده عايز دراسات وعايز ابحاث، واحنا بدانا نعمل خطه بحثيه عندنا في جامعه بنها لدراسه هذه المواضيع. هو اللي الخوازيق دي لما اتعملت يا ريس اتعملت لتدعيم منشات خرسانيه، وسهل انك انت تشغل الخوازيق الخرسانه مع المباني الخرسانية. المباني الخرسانية ريجيد من الأول، بقول لك أنا ريجيد، ما تحط لها عناصر تدعيم ريجيد ما خسرناش حاجة. إنما المباني الأثرية لها طابع خاص فليكسبل، ما فيهاش حاجة ماسكة في بعضها، حاجة فوق بعض، فده بيتصرف سلوك مرن. هتحط له ريجيد، إيه نوعية الأحمال أو طريقة توزيع الحمل؟ عايز أبحاث علمية محترمة وهنبدأها إن شاء الله. ايه عمر استخدام الخوازيق الخوازيق الإبارية؟ عمر استخدام الخرسانة 100 سنة. انتوا عارفين ان الخرسانة في مصر عمرها 114 سنة. اول مبنى نقولك اول مبنى نفذ من الخرسانة المسلحة في مصر اثر مبنى المتحف المصري في التحرير، اول مبنى خرساني في مصر. هل جرى له حاجة؟ نتيجة لغياب الصيانة جرت له شوية حاجات، عملنا له الصيانة رجع زي الفل. خرسانة المتحف ده لم أرى مثلها في حياتي، في حياتي. راجل يكسر لي 5 سم في الخرسانة كده عشان نعمل جويب يطلع نار. كانوا حاطين في الخرسانة من الزلط قطع جرانيت، عشان كده المتحف المصري عدى 100 سنة وهيعيش كمان أكثر من 100 سنة. الخرسانة المضمونة 100 سنة، العمر الافتراضي للخرسانة حاليا 100 سنة، لأن الخرسانة لم تتجاوز 100 سنة بكثير، متحف 114 على الأقل 100 سنة. فالخوازيق مضمونة بعمر الخرسانة 100 سنة على الأقل. لا سنة احنا لا الازهر الغوري افتتح سنة 99، يبقى الخوازيق الإبارية بقى لها 15 سنة حتى الان، 15 سنة اقدم مبنى بقى له 15 سنة. نعم يعني ايه التجربة دي في الخارج؟
لا تم استخدامه، تم استخدامه خارج مصر وما فيش مشاكل حتى الآن. قبلنا بحوالي 10 سنين. قبلنا بحوالي 10 سنين. المايكروبايلز عموما جديدة. مديون لينا. مديون لينا. بس برضو محاجة. لأن المباني الأثرية بتاعتنا بالذات الجوامع والبيوت غير المباني الأثرية في أوروبا. المباني الأثرية قلاع زي القلعة. المباني الأثرية في أوروبا قصور. المباني الأثرية في أوروبا كنائس وكاتدرائيات ضخمة. إنما إحنا هنا عندنا تبص تلاقي زاوية أثرية بقى 500 سنة بتاعت كده. فالأوضاع تختلف. التربة المصرية غير التربة الأوروبية. المية الأرضية اللي عندنا وأغلبها ملوث بمياه الصرف الصحي غير المية اللي عندهم. الصيانة عندهم غير الصيانة عندنا. أستاذ محمد طه كان لسه بيقولي قالوا بيوسعوا للصيانة التكية بقالهم 7 سنين. 7 سنين عايزين الحكومة المصرية توفر لهم على عمل صيانة للتكية بتاع فنفوني. 7 سنين بيقولي 7 سنين وما جاتش. والراجل بيقول لك ايه؟ الراجل بيقول لك هيعمل صيانة على حسابه، يعني مش عايز مننا حاجة. انما بقى الروتين بتاعنا اللي انت عارفه معلش، ربنا يصلح الحال. فنظام التحميل على الخوازيق الإبرية ده مشكلة، عايز دراسات وأبحاث. التوصيف الدقيق للمشاكل، اللي بيستخدم المايكروبايلز بيوصف غلط، ساعات وصف غلط. يبقى المبنى مثلا زي السلحدار ده قعدوا وصفه غلط، قال لك لا نعمل تحت الأعمدة المايلة مايكروبايلز. فحتنا وكشفنا طلعت الأرض مية صخرية مش عايزة مايكروبايلز، يبقى هو كان وصف غلط. يبقى احنا كان مفروض ندقق، ولما كناش دققنا كنا مشينا في الغلط سواء في السلحدار او في قبة الغول. التفسير الخاطئ لاسباب الشروخ والفواصل. فانت بتستخدم المايكروبايلز ليه؟ لما يكون في تضرر في الاصل. الضرر ده عبارة عن ايه؟ شروخ فواصل. واحد يقول لك اصل التربة مش عارف ايه. طب يا عم الحل مايكروبايلز. هو ما يكونش من التربة، هو يكون تفسير الشرخ حاجة تانية خالص. فلازم ناخد بالنا. المبالغة عموما في استخدام اسلوب الخوازيق البرية بحجة أهمية الأثر أو الخوف على سلامته أو بسبب سياسات الترميم. سياسات الترميم، مرة واحنا بنرمم بنعمل مايكروبايلز في الكيسة المعلقة، قعدنا الدراسة والتجربة. قلنا يا جماعة الكنيسة على حصن بابليون. حصن بابليون ايه اللي دعموه بخوازيق؟ عارف ردوا علينا ايه؟ قال لك لا، لو انما دكتور سعيد ابونا بتاع الكنيسه هيقول لنا اشمعنى الازهر واشمعنى الغوري وهتدخلنا في حرب وطنيه. بلاش زي ما عملنا الازهر والغوري، والنبي والنبي وافق على الكنيسه باي وضع باي طريقه، واضطريت اوافق لظروف سياسيه. نعم. انا معلش انا بقول لك اللي قيل لي في وقتها كان ابونا مرقص كان عامل حرب على الوزير وعلى الوزاره ورفع 25 قضيه على الوزاره وكان عامل شغل موضوع كبير بقى موضوع كبير خلاص. فكان ابونا مرقص للاسف ابونا مرقص هاجر امريكا قبل المشروع ما يخلص، وكان واقف لنا على الوحده الصراحه يعني، وكان راجل وطن بس كان شديد عنيف واخد بالك. فكنا بنعمل له حساب قالوا لا. قلت لهم يا جماعة حصن بابليون، حصن بابليون ده الحيطان 2 متر. 2 متر عملها خوازيق بتاع 25 سنتي ولا بتاع الكلام الفاضي ده، والكنيسة فوق الحصن مش على الأرض، يعني الكنيسة لن تضر ولن قال لك مشيها. مش احنا اللي قررنا؟ قلت لهم ما انتوا اللي قررتوا. قالوا خلاص انت مالكش دعوة بقى، اشرف على التنفيذ ومالكش دعوة وخلاص. فبتبقى في ظروف سياسية. فأنا برضو بلمح لأن مش عايزين السياسة تدخل في الفن، فن العمل، فن الآثار. لا نعم هي ليه؟ هي اللي بتوقف الآثار، هي اللي بتوقف ساعات. ساعات بيبقى في سياسات، يعني السياسات الحالية يقول لك مفيش فلوس يا عم عايزين نرمي المشروع الفني ده هيقع، ما فيش فلوس. هذه سياسة تدخل
السياسة فما فيش فلوس. من الآثار المهمة اللي ادعمت بالمايكروبايلز أمر عليها بسرعة عشان بقية الموضوعات، أساسات الاستدار أهو، ودي صور للاستدار اتعملت المية ده، شايف المية، شايف المية ده تحت جنب الحيطة. أعمل مايكروبايلز في إيه؟ يبقى أنا أعمل مايكروبايلز هنا ومايكروبايلز تحت الحيطة ده المية تبدع عمل فيه؟ بدع عمل الميدا الضخمة ده ايه؟ ميدا عمل حيطان دي اسمها ميدا، ده حاجة محترمة جدا ان اجدادنا بنوا بحجر ومعمل له ميدا، في مباني ملهاش ميدا فده كان له ميدا وهكذا. قادر الصدار بعد ما خلص اتغطت الخوازيق والدارت مفيش مشاكل. سرغطمش، سرغطمش اتعمل فيه خوازيق، الخوازيق ايه؟ شايف الخازوق اهو جوه الشد اهو، اهو ده الخازوق. سرغطمش شارع الصليبة، الامام الليس اتعمل تبع قطاع المشروعات ومش عايز اعلق عليه اهو. لو معمول صفين خوازيق يا جماعة، ادي صف وادي صف، والحديد اللي انت شايفه ده حديد الهامة، ده مسجد الليس اهو، صفين قدام الجامعة اهو، شايف ادي صف وادي صف. يعني مش عايز اعلق لان الليس استخدم فيه المايكروبايلز بتوسع كبير قوي. دي التقنيه الاولى، دي التقنيه الاولى اللي هي المايكروبايلز، والحمد لله استخدام المايكروبايلز انحصر، انحصر بقى زي زمان، بقى زي زمان. اول الايطاليين ما جم كانوا المقاولين العرب والمهندسين مبهورين، والاثريين كل حاجه يقول لك اعملها مايكروبايلز، اعملها مايكروبايلز. لا خلاص، العمليه دي انحصرت بعد ما اكتشفنا ايه العيوب وايه المزايا وايه الاسباب. التقنيه الثانيه، التقنيه الثانيه نخليها دي، التقنيه الثانيه بدا استخدامها في هذا المكان الجميل اللي انا بعتز بيه اللي هو السلحدار. اول ما دخلنا السلحدار التسعينات لقينا العقود اللي في صحن المسجد لعبه، والاعمده لعبه مايله، فكان لازم نعالج هذه الاشياء. كان في تكنولوجيا جديده في ايطاليا برضو جابوها لنا مع المايكروبايلز، والمقاولين العرب عرضوا يا جماعه احنا هنثبت لكم عقود السلحدار. العقود است العقود صعبة تتفك ويتعدي منها، وعملية الفك بالنسبة لي وبالنسبة لك انتحار، انتحار. تقول لي فك حاجة، لا مش عايز افك اي حاجة، خلاص زي ما انت حريص على الاثر انا كمهندس عندي تحدي لازم اعرج لك الاثر غير ما افك. لو فكيته ايه ما تجيب اي مهندس يفك ويبني، فيهاش اي حاجة، انما التحدي في ترميم الاثر بدون فك. فقالوا يا جماعة احنا هنثبت لكم التقنية جديدة، التقنية دي قالوا شور، ايوه شور يا عم، وعايز هو بيعمل ايه، بيسجل ولا بيعمل ايه؟ طيب ماشي، المهم بيسجل، بيسجل ولا اقفل؟ انا مش عارف يسجل ولا بيسجل، بيسجل ايه؟ في ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ اقفل؟ هو مش راضي يقفل، مش راضي يقفل يعني. اتفضل اهو، بس هات لي افتح لي باب التربيه. فالمهم ان الجماعه الايطاليين برضو، لا مش المره دي مش ايطاليين، انجليز. طبعا احنا ليه بنقول الايطاليين وانجليز؟ انهم اكثر مننا تقدما في التكنولوجيا وفي ترميم الاثار وفي الحاجات دي، فاحنا لازم نستفيد منهم، احنا ما عندناش الابحاث بتاعتهم. افتح لي باب التربيه. فجم الجماعه الانجليز، ايوه، قالوا هنعمل لكم تجربه، قبل ما نتكلم نعمل لكم تجربه. ايه هي التجربه دي؟ ان احنا هنجيب زي المسامير، عارف لما تكون عندك حته خشبه طلعت من الباب بتروح جايب لها مسمار ومثبتها في الباب. قالوا احنا هنعمل كده، هنجيب لنا مسامير نثبت الحجر. قالوا حاجه زي كده. طيب وروني، ما
جم عملوا تجربة في صحن المسجد هنا زمان التسعينات والأثريين اقتنعوا. كان في مهندسين وكان في أثريين اقتنعوا بالطريقة بالتكنولوجي ده اللي هو تثبيت العناصر الأثرية عن طريق التثبيت. كان الأستاذ عبد الله العطار ربنا يديله الصحة أستاذ مدحت المباوي الله يرحمه كانوا موجودين. كان الأستاذ عبد الله وأستاذ مدحت عندهم مبدأ ونظرية كل ما أقولهم على حاجة يقول لي على رأسي وعلى عيني هل استخدمت هذه التقنية في بلد المنشأ؟ ما تجيش تجرب في مصر، هو قصده كده، ما تجيش تجرب في مصر. اثبت لي ان التقنية الحلوة اللي احنا شفناها ده استخدمت في آثار بلد المنشأ. فالجماعة الانجليز جابوا لنا صور ودراسات على كل المنشآت اللي استخدمت التقنية الجديدة دي عندهم. لقينا قصر برمنجهام في لندن كان تعرض للحريق وعالجوه واستخدموا التقنية بتاعه لكن أنا شوية في ترميم هذا الأثر الفخم خلاص وغيره وغيره وغيره. فضل يعني أثاره كل الأثار دي استخدمت فيها التقنية اللي أنا هتكلم عنها. ايه التقنية دي؟ التقنية دي بتسمى بالعربي القضبان ذات الأجربة المحقونة، هي اسمها كده بالعربي اسمها كده، واخد بالك؟ القضبان المعدنية ذات الأجربة، أجربة يعني جمع شراب، ذات الشرابات المحقونة. خلاص جربوها في الاستحضار عجبت الناس اقروها بدانا نستخدمها في. هي عباره عن ايه؟ عندك حيطه بهذا الشكل، حيطه الحيطه دي كبيره فصل كبيره نروح جايبين طيب مسمار حديد سيخ حديد حواليه شراب ابيض فاضي وبعدين نروح جاي مخرب هنا ومخرب هنا بدخل السيخ وحوالي الشراب في الخط وبعدين بوز الشراب او فتحة الشراب فيها خرطوم بيدخل منه مونة محقونة يحقن منه مونة راقية راقية. واقول لك تركيبها دلوقتي بس انت هنا في وسط الحيطان ما انتش تحت الارض تقول لي اسمنت ده مش اسمنت ده مونة اساسها الجين. وانا عارفكم كاثريين لا تعترضوا على مونة الجين لأنها لا تضر الأحجار. فهم جابوا مونة راقية من مكونات الجيل شكاير كانت تيجي مخصوص من عندهم ويحطها في الكمبروسة ويحقن في الشراب. الشراب يتنفخ، لما الشراب يتنفخ يملى الفراغ اللي حوالين السيخ، يملى الفراغ اللي حوالين السيخ ويملى الفراغ اللي بين اللي في التربة نفسها اللي في النبات نفسها. شوف عرض الملحق عرض الزيت عرض عمل ايه السيخ ده؟ السيخ ده رابط الكتلة دي بالكتلة دي بالكتلة دي لا يمكن اي كتلة تسيب التانية سيخ. هتقول لي طب يا حبيبي انت هتبوظ لي القصر، قاعد كل شوية اشوف سيخ 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 كده ده انت هتبوظ الدنيا، ده لو عندي نقوش هتبوظ لي الدنيا. واخد بالك؟ قلنا له لا احنا هندخل السيخ جوه الحيطه واحنا بنخرب خدنا حته حجر من هنا هندخل السيخ ونقفل عليه حته الحجر اللي خلعناها هي نفسها حته الحجر هي نفسها حته الحجر. تمام؟ كان في اسهل زميلكم الله يرحمه توفى انا هوديكم في والله هوديكم في الاهل. كنا في الغوري وجماعة بتوع جامعة القاهرة وجماعة بتوع المبيل العرب قالوا الغوري فيه مشاكل والصحن بتاعه لافف والسنج العقل واقعة لازم تتمصمر والصحن المسجد اللي لافف ده لازم يتمصمر لان هيلف اكتر من كده ويقع. فالمبي سعر الاثار ياما شكل لجنة من حوالي 17-18 واحد اثريين كبار على دكاترة على خبراء على ناس اجانب واجتمعنا في الغول.
هيا يا جماعة هنرمم الغوري باستخدام هذه التقنيه. كان اسمها سينتيك هارك. سينتيك هارك للشركة الإنجليزية الوحيدة على مستوى العالم اللي متخصصة في هذه التقنيه. هي اللي عندها سر المونة، هي اللي عندها الانسياخ، هي اللي عندها الشرابات، هي اللي عندها كل حاجة. جبنا جماعة ياسين من عيش، فراح طالع الأخ الأسري الله يرحمه، أنا مش مقتنع، أنا متحفظ، أنا مش عارف، كلنا وفينا ما عدا هو. راح أي واقف أنا هقول لك النهاية، أنتوا هتدمروا القصر ده الغوري، فكرني بالكارما، واخد بالك ده الغوري، كوكبة آثار مصر، زهرة آثار مصر، أنتوا هتودونا ازاي؟ أنتوا الراجل بقى محمد عيني قوي، قلت له يا استاذ محمد طيب معلش خليك مع احنا كذابين، خليك يا سيدي يا رب كذاب لحد ما بالليل، اديني فرصه اعمل لك تجربه. قال لي ما انت عملتوها في الصلاحدار ومش عارف ايه. قلت له لا انا عايز اعملها لك في الغوري، لان الغوري يا جماعه لها خصوصيه. السنج بتاعت عقد الغوري اللي في الصحن كلها منقوشه، كلها منقوشه. وكان الحل الوحيد ايه؟ ايه البديل؟ ايه البديل؟ ان احنا نفك العقد ونعيد تركيبه، ولما تفك ونعيد تركيبه مفيش حجر هيتكسر، مفيش زخرفايه هتقع، يعني كان في خطوره. وبعدين انت عارف ان الغوري ضخم، مسجد الغوري عالي قوي، عالي قوي وضخم، واخد بالك؟ فكان يا اما احنا كنا بين نارين، يا اما نفك ونعيد البنى وهنفقد كثير من النقوش والله اعلم هيرجع زي ما هو ولا لا، يا اما نجرب استخدام التكنولوجي او التقنيه المتقدمه اللي هي اسمها سنتيكار، القضبان ذات الاجربه المحمول. الراجل ساب الاجتماع، والله انا رايح النيابه، والله مش عارف ايه، والله ايه المهم. دكتور مش نجحت في الاحضار، مش نجحت في التجربه دي في الاحضار، نجحت في الاحضار، بس هو كان خايف على الغوري، قال لك الاحضار غير الغوري، الاحضار فقير في الزخارف، انما الغوري غني جدا. روح شوف كده انت عارف. طب هم مش طبقوه بقى متطبق؟ طبق، بس انت عارف بيبقى عندنا ساعات ناس بتبقى قلبها وكلها قوي على اثار مصر زاد عن اللزوم، بحيث ان هو ما يفكرش في اي تقنيه. يعني هو يقول فكوا وعيدوا البنا ولا تستخدموش بتاع الفرنجه ده، واخد بالك؟ بتاع الانجليز وهكذا. فالمهم بعد ما مشى استقر راي اللجنه، تعالوا يا بتوع سنتك احنا عايزين تجربه تعملوا همنا في حجر واحد من احجار العرب. كلموني قالوا خلصت، رحت رايح للاستاذ محمد، يا استاذ محمد الله يرحمه انا عايزك تيجي معايا ايه الغول. تاني يا دكتور سيد والله ما انا سايبكم، انا مش عارف هعمل. تعال خد عند العرب، انت مش شايف الحجر اللي فوق ده؟ قال لي شايف. قلت له ده متدعم بالنظام اللي بقول لك عليه. ازاي؟ شوف في حاجه غريبه؟ قال لي لا. قال لك فين ده متدعم؟ قلت له انت بتضحك عليا كده عشان ما اروحش النار. الكلام اللي هو ابتدى. قلت له جبت الناس كلها وعملت ايه في الحجر ده؟ قال عملنا كذا 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 كذا. طيب يا استاذ محمد انا مش مصدق. قلت له طيب ركز نظرك على الورقه اللي طالعه كده في الزخارف، والورقه اللي طالعه دي في حته هنا جنبهم اهي، ما انتش ملاحظ ان الحته دي فاتحه شويه؟ قال لي فاتحه شويه بس مش باينه. قلت له هو ده السيخ، ده مكان السيخ، ده مكان الانقر، هو ده. هل انت شايف اي حاجه غريبه؟ انا ما كنتش مصور كده، ايه كل حاجه بالهدوء نعمل. يعني انت موافق؟ قال لا خلاص ابصم بالعشره وخلاص. واللجنه كلها وافقت على استخدام الانكر في ترميم الغوري، وهوريكم الحاجات اللي هي عندنا. نعم ايه؟ هوري لك كل حاجه، هوري لك مشروع كبير برضه، واحد اطلاع ترممت بسنتج، ده برمنجهام لما اتحرق رمموه بسنتج، زي ما اتحرق زي المسرح القومي والشورى والمسافر خانه اللي لسه مرمي لحد ها؟
موصف جد. لا يلا المهم هوري لك بقى ليه بس في حاجة ممكن انا كمهندس اقولها يعني. ايه هي انا ايه المنلي انت صح دقيت مسمار مسك السنجة ببقية الحيطة او مسك الحجر ببقية الحيطة ايه اللي يمنع ان في اي وقت الاقي السنجة تروح وقع تجيب المسمار وعلز المسمار وتروح وقع في هنا حاجة اسمها اختبار الخلع اللي هو انخلاع المسمار من الحجر لازم نعمل اختبار خلع على الشغل بتاعنا قبل ما يخلص فاحنا عملنا اختبارات الخلع والحمد لله كانت موفقة التصميم بقى أستاذ المحترم الأسري بيقول لي القطر وزميله القطر كام الطول كام نحن وصلنا في الغوري إلى 12 متر مسمار طول 12 متر اللي هو نازل في الأربع أركان بتاع الصح لأن الصح نلف لو جه زلزال تاني هيلف أكتر هيقع الصح فكان لازم نتدخل كإجراء وقائي صيانة وقائية نتعمل ده في الغوري صيانة وقائية من عشان لو جه زلزال بعد كده ما يقعش فكان لازم نربط أركان الصح لبقية الأصل نربط أفقيها هتشوف الصور نعم ايه تتجربة علمية لا لا فيش حاجة بتتم في غياب الأسري أولا المهندس اللي بيعمل في حضور الأسري مفيش قرار بيصدر إلا بموافقة أسري خلاص دايما احنا شغلنا في الآثار كده أنا كمهندس تعودنا وعلمنا كل الناس أي قرار هندسي بكتب عليه بشرط موافقة الجانب الأسري والناس اللي منكم اشتغلوا معايا عارفين هذه الكلمة بشرط موافقة الجانب الأسري هعمل سنتينك وهعمل مش عارف ايه وهعمل مايكروبايت بشرط موافقة الجانب الأسري لازم الجانب الأسري يوافقني فاحنا بنعمل التجربة كمهندسين الأسري بيكون حاضر بندخل السيخ ونشده في قوة معينة بنشد بيها السيخ ما استجابش يبقى السيخ ناجح وهكذا طيب فالغوري كان له حظ الغوري معلومة تاريخية يعني مصرية كان له الحظ أن يكون الأثر رقم واحد اللي استخدم فيه المايكروبايت اللي هي الخوازير البرية وكان له الحظ أن يكون الأثر رقم واحد اللي استخدم فيه تدعيمه الوقائي نظام سنتك هارب أو نظام القضبان ذات الأجربة المحكومة طبعا كان في مشاكل كانت بتفرض علينا كده على فكرة المونة اللي بتبقى حوالين اللي بتبقى في الجراب حوالين السيخ مقاومتها التصميمية 515 كيلو 515 كيلو على سنتيمتر مربع اي بيت عندكم بيت خرسانة بيت اللي انت قاعد فيه الاعمدة بتاعته لو جابت 250 نقول حلو اهو 250 فما بالك ده ايه اكتر من الضعف 215 خد بقى خد تركيب المونة بس في ناس بتزعل ويقول لك لا الا الخرسانة تخش في الجدران احنا متفقين الاسمنت بيتفاعل مع الحجر وزاد الحجر الجيري فانا ما اقدرش استخدم اسمنت في وسط الحجر المونة اللي جات لنا بقى وتركيبها جير مطفي رمل سيليكا جير مائي اخد بالك كولين حجر رمل حجر جيري وهكذا حاجات كلها ما فيهاش اي نوع من انواع المواد الاسمنتيه ايه المزايا بتاع النظام النظام ده بيستخدم في اماكن متفرقه ما اقدرش استخدمه كله او مش شرط استخدمه كله في حته واحده ده سيخ هنا وسيخ هنا وسيخ هنا وسيخ هنا فالاعباء كلها متوزعه على الايه على المبنى الاثري كله فما عنديش خوف ان يتحول المبنى الاثري من مرن الى رجل دي حاجه ثانيا امتداده البعيد بيخلي ما فيش اجهادات مركزه عليه لان لما يكون السيخ طوله 6 متر جات لك ما يكون السيخ طوله
متر قد تركز عليه، إنما 6 متر مفيش أي حاجة عليه. فبنخاف من الإجادات المحلية، مفيش إجادات محلية. بيقوي المبنى، بيزيد صلابته، وبيزيد مقاومته لتأثير الزلازل. إذن أنا بدخل بنظام سنتك هارب لوظيفتين رئيسيتين: تدعيم وصيانة وقائية ضد الزلازل في المستقبل. يعني الحمد لله مر على الغوري أكتر من زلزال بعد ما استخدمنا الحكاية دي، زلازل صغيرة مش زي زلزال 92، إنما الحمد لله مقاومته للزلازل عالية، وده غرض مهم. في حاجة بقى برضو كويس، بيقلل انهيارات الجزئية، بيقلل انهيارات الجزئية. يعني ما يكون حتة زي دي عايزة تقع، التانية هتمسك. ليه؟ في تربيط بين الاتنين، في تربيط بنظام سنتك بين الاتنين، فدي تمسك دي وهكذا. مفيش التواءات، مش هيحصل اي التواء. الحيطان اللي كانت بتكرش وتلتوي خلاص اتمسمرت وتغطى عليها واتدارت جوه، مفيش، ما تبانش. لما تروح الغوري وتشوف الزخارف صعب انك انت تشوفها. على فكره نظام سنتك برضو بستخدمه في علاج الشروخ، لما يكون عندي شرخ كده. عندنا في الهندسة لما تيجي تعالج شرخ اعمل حاجة عمودية عليه، اربطه عمود، كان حديد، شريحة حديد. طب ما انا لو عملته بمسمار يبقى ربط الايه الجزئين بتوع الشرخ. ها ليه؟ زي التدبيس بس على مستوى كبير شوية وانضف شوية. زي كده. نعم. يعني ايه عقد مقفول؟ يعني عقد بس هو شرخ مقفول. بصوا يا جماعة الهندسة والترميم علموني ان كل حالة خاصة بنفسها، وما نقدرش احكم على كلامك الا ما اشوفها بعيني وادرس. خلاص؟ ما في ايه؟ الشرخ واسع. انا اقول لك على حاجة لما دخلنا ممار السيفي، ممار وجهت المقعد من تحت لقيناها مفصولة 10-15 سنتي عن الحيطان العمودية اللي جوه بتاع الحواصل، اهي 15 سنتي فاصل. ليه؟ لان دي حيطة شايلة الاعمدة، الاعمدة عشان اذا تلاقي حمل فتح فصلت عن الحوائط اللي جوه. طب هنعالج ازاي يا جماعة؟ قلنا هنعالج بسنتك، هنربط الحيطة ده بالحوائط اللي جوه. طب وال 15 سنتي الفراغ دول نعمل فيهم ايه؟ نملاه نزرره. خلاص بقوا منظر. لا مش مونة، بقطع حجر، بقطع حجر ومونة جلية. ما هي 15 سنتي فرق كبير. لو ما الشروخ صغيرة يبقى بحط مونة جري فيها، مونة جري، وممكن احط حمرة لو الشروخ كبيرة شوية. لو ايه؟ حيطة. يعني انت عايز تزنقني؟ هو مفيش طريقة لعلاج الشروخ الا سنتك؟ لو مش قادر انفذ سنتك أدور على طريقة تانية. طريقة أبسط طريقة ما فيهاش لا ضرر ولا ضرار، التزرير. أشيل الحجر اللي اتشرخ وأحط حجر سليم على طول الشرخ. الحجر اللي اتشرخ بقى حتتين، أشيل الحتتين وأحط بدلهم حتة واحدة، أكبر سن، بحيث في الآخر تلاقي الحجر ماشي مكان الشرخ ومع الزمن بيقدم. أحط جبل خشب، والدبل الخشب نوع من انواع التربيط، بس الخشب حنين وله ظروف خاصه. الدبل اللي بنحطها في وسط الحيطان هتبان بعد شويه، وهكذا. حضرتك شفت المعبره السرابيو؟ شفت ايه؟ المعبره بتاعت السرابيو اللي اتسقطت. عبارة ايه؟ السرابيو. انا رحتها زمان بس ما رحتهاش قريب. دلوقتي بقت عامله زي البنزينه والله. زي البنزينه؟ كلها كسر الاسود بتاعتها خواص المعدنيه. ايوه سمعت الدكتور حسن فهمي امام
العمل الشغل بوظ أنا معاك. أنا اتعرض على هذا المشروع زمان لما كنت في قطاع المشروعات وما اديتش فيه رأي. مقبرة سرابيو واللي كان عاملها الدكتور حسن فهمي كلها بالحديد بالحديد. يبقى ليها حوالي بس هم عامله زي الورش. عامله زي الورش يعني ما نعرفش ظروف. جايز الدكتور حسن فهمي ما لقاش حل قدامه غير كده وقال لنا تتسهدم ولا اعملها لكم ورشه انت بقى في عسل اسيبها تقع. ما فيش هنشوف. طيب ماشي نكمل بقى علشان ايه ما نعطلكمش. خلاص الجير والحاجات ديت. في تربيط افقي وفي تربيط راسي وفي تربيط مائي. هسمعك بس مولي الكلمة دي قبل ما انسى. يعني لو انت عندك شرخ كده افق دي بقى تربط رأسه. طب لو شرخ مائي هتعمل تربيط مائي عليه. طب لو شرخ رأسي هتعمل له تربيط افق. سهل شغل نجارة شغل نجارة. تفضل يا اسلام. هو سكر كده. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما انا قلت لك يا باشا انا قلت لك السمك بتاع الغوري كانت مايله. كل سنجه خدت سيخ عمودي عليه سيخ عمودي عليه عامل زي الاشعاعات. لا 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 لا. شوف القضبان يا اما راسيه يا اما افقيه يا اما مايله. ما اقدرش اعملها منحنية. طب لو منحني هخرم ازاي يا راجل؟ لو منحني هجيب له شنيور ازاي يخرم ماهي؟ نعم؟ خلينا هنجيب الاسعار بعد شويه. حاضر. مهم بقى في عندنا يا جماعه حاجه مهمه مش عارف انتوا عارفينها ولا لا؟ اهو جاي اهو. في حاجه اسمها دي واحده في شروخ كتليه زي اللي انا حكيت لكم عنها بتاعه المقاعد. على فكره كل المقاعد في القاهره ادعمت بسنتك. كل المقاعد مقعد الامير طاز مقعد ممي السيفي مقعد منزل قايد باي كل المقاعد. ليه بقى؟ لقينا فيها عيب واضح ومتكرر. ايه هو العيب ده؟ ما يسمى او انا بسميه الفواصل الكتليه. معروف في الهندسه اما يكون في كتله كده وكتله ثانيه كده ممكن يحدث فاصل هنا بين الكتلتين. ودي لقيناها في وكاله الغوري زمان. وكاله الغوري اول ما تخش من البوابه تلاقي ايدك اليمين وايدك الشمال فاصل من اول مبنى لاخره وفاصل من قبل من اول مبنى لاخره. لان وكاله الغوري اربع اعضاء الاربع اعضاء فصلوا في بعض. ده اسمه ايه؟ ده اسمه فواصل او شلوخ كتليه. ليه؟ كل كتله لها وزن ولها ارتفاع ولها حجم. كل كتله بتسلك سلوك غير الاخرى. لو اتفق السلوكين مع بعض مش هيفصلوا. انما لو دي لها سلوك ودي لها سلوك عشان دي بالطول ودي بالعرض هنفصل. فطلع ان التربيط بسنتك حلو قوي ومفيد جدا في الشروخ او الفواصل الكتليه. اهي ادي اللي حصل. شايفين هنا؟ شايف انت كل سنجه خدت مسمار. اللي كان بيسال على الفاصل الرسمه اللي فوق في حيطه مفصوله اهي ربطناها بثلاث مسامير اهي وهكذا. طب احنا عملنا بقى الكلام ده ليه؟ عملنا ليه؟ نجيب العنوان راح فين؟ لا فوق. ليه استخدمنا نظام التربيط بالاوساخ الاداريه في الاثار بتاعتنا؟ ليه؟ كان مبررنا ايه؟ وجود مشاكل انشائيه كتيره تتمثل في شروخ معقده يتعذر علاجها بالطرق التقليديه. ادي حاجه.
اثنين، العناصر المطلوب ترميمها توجد في مناطق حساسة من الأثر وزاخرة بالنقوش والزخارف القيمة مما يصعب معه التدخل التقليدي، زي عقد الغوري معروف كل زخارف وزخارف قيمة، انفصال أحجار صبغ العقود وعلاجها بالطريقة التقليدية اللي هو الفك وعد التركيب، سيترتب عليه إهدار نسبة كبيرة من هذه الأحجار الغنية بالزخارف، حدوث التواءات في أجزاء التواءات وتكريش يا جماعة، أي التواء أو تكريش الحل بتاعه الفك وعد التركيب، لما جه سنتك أنقذنا من المشكلة دي. اعتراض الاثريين على طرق العلاج التقليديه بالفك، اقول فك وركب، يقول لي لا انسى يا عم، نبعت اللجنه الدائمه. انت عارف قرارات الفك والفك لازم ايه؟ اللجنه الدائمه، واللجنه الدائمه دي فيها اساتذه كبار صعب انك تقنعهم، يقول لك انت فاشل، انت مش عارف تعالج وجاي تقول لي فك، لا روح يا حبيبي دور على طريقه للعلاج غير الفك. لازم نتعلم، لازم نتعلم من التقنيات المتقدمة، بلاش الحديث، التكنولوجيات الجديدة، العلم كل يوم بيتقدم، وانا قلت لك امثلة، تليفون محمول اهو ما نقدرش نستغنى عنه النهاردة، من خمس ست سنين ما كانش فيه محاميل وهكذا، فلازم نستفيد. الحاجة التانية لازم نستفيد من خبرات الناس اللي قبلنا او الناس اللي عندهم فلوس، احنا غلابة ما عندناش فلوس، طب ما نتعلم من الايطاليين، اتعلم من الاسبان دول لهم باع كبير في ترميم الاثار، اتعلم من الانجليز وهكذا. فدي كانت فرصة ان احنا نستفيد ونتعلم من الناس دي. بص بقى الاثار اللي استخدمت فيها انظمة الاجربة المحقونة، المسجد الغوري، ممر السيفي، مقعد الملة، مقعد منزل الشبشيري، مقعد أسر الأمير طاز، مقعد منزل قيدباي، أحد أبراج سور القاهرة الشمالي، في حتة جنب الباب باب النصر، قبل باب النصر وانت داخل باب النصر كده في برج، في برج عالي قبل باب النصر، في برج عالي غلبنا فيه، كان في شروخ كل ما نعالجها تفتح، كل ما نعالجها تفتح، كل ما نعالجها مشكلة، هنعمل ايه؟ والاخر قلت لهم بقول لكم ايه، ما تيجوا نجرب سنتك كان شغال في المقاعد، يعني ما كانتش عمليه جديده، هنقول له يا عم تعالى اعمل لي تربيط للبرج ده. فقوم الجماعه بصراحه ربطوا كده وربطوا كده وربطوا كده وربطوا كده وربطوا كده وربطوا كده وربطوا كده في السرير ده يمشي، لحد الان لم تظهر شيء والحمد لله، وما كلفتش حاجه، دخلت جوه العمليه ما كلفتش حاجه، بس ما كانتش في الخطه، احنا كنا جايبينهم عشان المقاعد، كنا جايبينهم عشان المقاعد والصلاح دار ومحمود محرم، اربع مقاعد او خمسه والصلاح دار ومحمود محرم، ضفنا لهم البرج بتاع سور القاهره الشمالي في السكه والحمد لله. طيب منزل بشتاك، بشتاك اللي قدامنا ده، بشتاك وزاويه الفجر، في حته زي اسمها زاويه الفجر جنب بشتاك، كل ده بشتاك خد شويه تربيطات خفيفه في بعض الاماكن، السلاح دار محمود محرم. طبعا شويه صور بقى ماشي من الغوري، شايف الراجل ماسك السيخ قد ايه؟ ده انجليزي طويل طول 2 متر، طول 2 متر، ده 6 متر، السيخ 6 متر اللي نزل منه جزء اللي هو بيحطوهم في الركن بتاع الصفحه. هنا قضيت بجراف تاني او حيطه صغيره، ده انا اكبر، ده انا الصغير ده انا اكبر. شفت الصح، شفت الصح اتربط ازاي؟ كده اتجاه ده جايز، اتجاه ده وفي الاركان، وفي الاركان ده انا واخد 6 ده الصح. بعد كده غلفتش، لما كده بالمساحه يكشف عليه اتلوى، ما هوش ماشي رأسية واحدة. إن شاء الله يعني لحد النهاردة مفيش أي مشاكل، لو خلي بالك في حاجة، شوف اللي كان زميلنا اللي بيسأل بتقول لي الشرخ في النص مش هطوله، الحيطة دي كبيرة أكبر من 12 متر، صعب إن أنا أدخل سيخ 12 متر، فأنا دخلته على إيه؟ 12 متر على مرتين، الساعة
سبعة أو ثمانية من هنا وثمانية من هنا ثمانية ثمانية 16 فيهم أربعة مشتركة ليه الاثنين مشتركين لأن دي كلها صعب إنك تخرب دي كلها صعب تعملناها على مرتين وهكذا طبعا تكنولوجي شنهير محترمه مول محترمه الشنور اللي بتخرج بيه بيتثبت في الحيطه والراجل الانجليزي يروح جايب الشنور طبعا كده طلع له عيون ثابته في الحيطه وسد شغال وهو قاعد واقف جنبه مش نقعد نمسك لو مسكناه الشرخه هي ايه؟ الشرخه هيوسع وهيروح ويجي انما لا كانت الميزه ان الاجهزه اللي معاهم محترمة ودقيقة بحيث يثبت على حتة شكل الشنيور خلاص مفيش حاجة تتحرك لا يمين ولا شمال وعنده كومبريسور ينظف الثقب عندهم كومبريسورات قوية يروح ضاربها في الثقب طبعا كان من ضمن عيوب هذا الشغل الغبار كان بيعمل كمية غبار رهيبة لدرجة الناس كانت بتصور علينا فكنا بنشتغل في أيام الآحاد فقط كل يوم حد العيال يقعدوا في الفندق ياكلوا ويشربوا واخد بالك على حسابنا يوم الحد ياخدوه 24 ساعة شغل كانوا بيشتغلوا بطقمين كنا جايبين طقمين مع بعض وهكذا بعد كده بقى ده الشبشير ده منزل الشبشير لا ده مية الصيف مية الصيف شايف انت حالة الحيطان الحيطة المسدودة ده دي احتسبتنا ليه؟ ليه؟ لأنها أقوى فضل من احنا بنشتغل اللي قدامك ده متدارى من الجنبين انت عندك اغلب الخطايا القواعد في المنصات بتاعتنا كلين خارجي كلين داخلي كده اللي بيحصل ان الماده مش صحيحه بتفصل عن دي تنبعث لبره دي او دي او الاثنين مع بعض لو انت ربطتهم بالمسمار ده مش هيبعدوا عن بعض ابدا اهو ده برضه السنج شوف السنج مربوطه ازاي مسامير كل سنجه لها مسمار هنا جايب لك يا مولانا شرخه اهو شرخه شوف احنا عارفين مثلا وعارفين ازاي في العروس لا الحته دي السيخ عاطيها على الشرخه بعد ما تعمل التربيط ده تبنى الشرخه دي بقى املاها ايه بقى؟ مونه جيريه، مونه حمراء، مونه اي مونه، بس ما تكونش مونه اسمنتيه. برضه شروخ كتيره اهي، امثله لشروخ كتيره متعالجه بالقضبان المعدنيه ذات الاجربه. هل ممكن استخدمه على المايل؟ ممكن استخدمه على المايل. شايف الرسمه دي؟ طبعا احنا ما صورناش الهولي الرسمي لو صورناش الرجال انما لا حصل في الهولي اللي هي الطبال اللي في الاربع اركان زيها بالظبط ان احنا نرسمها سيخ عقل بقى فممكن تستخدم الاربطه دي ما بين السقف وبين الحيطان لو انت خايف من الزلازل وعندما بيجي زلزال السقف بيسلك سلوك والحيطان بتسلك سلوك بعد الزلزال تلاقي السقف في ناحيه والحيطان في ناحيه لا انت لو ربطت كده على اماكن معينه ومحدده هتخلي السقف مربوط مع الحيطان لو اتهزوا يتهزوا الاثنين مع بعض يروحوا يجوا مع بعض ويستقروا مع بعض خلاص وعلى فكره ده معمول السقف ده في الكامليه سقف الكامليه مربوط بالاعمده والحوائط والمؤيد شيخ والمؤيد شيخ الديوانين اللي احنا عملناهم اللي هو الديوان اليمين والديوان الشمال والديوان اللي في الوش الاسقف مربوطه باسلوب هندسي راقي في الاعمده وفي الحيطان عشان لو فيه زلزال ده ما يتحركش لوحده وكذلك سقف الايوان اللي موجود في عمرو بن العاص الايوان المواجه
هو المواجهة ده اللي جددوه في شركة وادي النيل برضه اتربط السقف بسيخ واحد سيخ واحد والمميز لا والأمير طاز الأمير طاز برضه السقف المتعب متربط على خفيف في الحوار عشان ده ما يسيبش بعضه يا جماعة كل أنا بقوله ده إجراءات وقائية كل أنا بقوله ده ليه؟ عشان لو حصل زلزال السقف ما يروحش في حتة والحيطة ما تروحش في حتة يبقى دي صيانة وقائية شكل الحاجة شكل الحاجة بس تضمن من أثر جاي من السقف نازل على الحيط طيب ده الشغل التخريب ده بقى ده اللي بيبان انا زياده الصوره دي عشان ابين لك اسهل دي طبعا انا السيخ وادي الباب بتاع الحاجه انا بعد ما هعمل واخلص الشد هرجع اتكلم واقف ايه الادوات الجلاس بتاع الحاجه هيتباع الثقب ده انا محتفظ بالثقب ده اللي انا شلته عن طريق الدريل الكور بتاع الدريل اروح جايبها منزلها مكانها وعلى عليها بالمونه ولا اكلنا على النحل ولا اكلنا حصل خلاص طيب ادي تقنيه من التقنيه في ممكن تعمل اتجاهين وتربطهم ببعض تحليل الاسعار اول مشكله قابلتنا زميلنا كان بيسال غالي ولا مش غالي تحليل الاسعار انا كنت عضو في لجان تحليل الاسعار اولا كان الموضوع جديد علينا الشركه جايه تاخدها مرمه واحده 7-8 اثار كلهم هيترمون بسنتك طب هنتعامل ازاي بعتنا وزاره الاسكان قالوا ما انا سنتك يعني ايه سنتك انا طب هنعمل ايه فكانت مشكله علينا ان احنا ازاي نحلل الاسعار اتبعنا بقى الاسلوب المصري بقى فصال انتوا عايزين كام هرمي لكم الاسعار دي كلها ب 40 مليون جنيه لا حبيبي ايه انسوا لا مش عايزين طيب 35 يا عم ده كلام طب انتوا مصريين عايزين كام 5 استعباه ايه عشان اوصل 5 ما ينفعش ده المونة بكذا والحديد بكذا والإقامة بكذا قدموا لنا بقى تفاصيل أكتر بينا نحسب التفاصيل طيب المونة بكذا ما فيهاش فصال مش عارف إيه طيب الإقامة في الفنادق الإقامة في أنا مالي أنا مالي هو الإقامة في الفنادق لا بلاش الإقامة في شوف بقى آخر كلام عندنا 10 من المليون من هنا لهنا من هنا لهنا وصلنا تقريبا 23 مليون كل الاثار دي 23 مليون بعد المعده وبعد وجع قلب مع الناس المهم فكان تخوف الاثريين من الاضراب بالنقوش عدم التاكد من كفاءه ملغ الفراغ اسئله كتيره يقول لك انت متاكد ان الحقن وصل للاخر خلاص ما ده اجهزه وبتقيس طول ما في سكه المؤشر شغال اول السكه ما تتقفل مهما انت عملت المؤشر يقف فدي كلها حاجات علمية معروفة ده دي صورة انا جايب صورة مرسومة هو ده العقد وده السند بتاعته بس في الرسمة يعني كله نقوش زي ما شايف النقوش انا عايز اعمل التربيط بتاعي هنا اهو شايف النقش اهو خلينا نختار حتت ميتة قوي او مش ظاهر قوي نحط فيها التربيط بتاعنا طيب النظام ده مزاياه انا ولا رخيص عن الحته بتاعت سور القاهره الشمالي جابوها من جميع الاتجاهات ما خدتش مثلا 30-40 الف يعني حاجه سهله سريع
عملوا لنا كل الاثار في 3 شهور. 3 شهور رغم ان في مناطق زي الغوري كانوا بيشتغلوا يوم الحد بس، بس هو ما كانش يشتغل في الغوري بقيه الايام، يروح يشتغل في مواقع الصيف في ايام تانية، يعني الايام اللي هي غير اللي بين الحد وبعضها كان بيروح في حتت تانية. طول الاسياخ 12 متر، طلبنا منهم شهاده ضمان برضو. اخونا الاسريين بيبقوا يعني ايه عندهم، يعني الواحد فيهم بقى عق واخد بالك، واحد يضمن هو قاعد كده حاط رجل على رجل، مش ضمان من النظام ده. طب يا عم انا هجيب لك ضمان من الشركه دي 100 سنه. احنا كانت خطتنا ان الشركه تدينا ضمان 100 سنه. جم الشركه اتصلوا برؤسائهم في انجلترا، ولما لقوا الفلوس نزلت والحاجه دي، انا بعمل تامين على الاثار دي، قالوا لنا لا 50 سنه على قد فلوسكم. قلنا موافقين 50 سنة، احنا عشنا 50 سنة حلو جدا، وخدنا شهادة ضمان 50 سنة. ها لو انت عايز تشوف الاقطار اللي كان بيسأل على الاقطار، في جدول الاقطار يعني في 10 ملي، 12 ملي، وفي 20 ملي، حسب يا جماعة العنصر اللي انت بتدعمه. اهو ده الغوري يا جماعة، الغوري. الغوري بجلالة قدره اتعمل فيه كل التخريم اللي احنا عايزينه، وكل التربيط اللي احنا عايزينه بالمقاسات والاطوال اللي قدام سيادتك في الجدول، 2,300,000. 2,300,000 من اجمالي، من اجمالي حوالي كان ترمم كله حوالي 19 او 23 مليون مش لا طبعا حاجة. وضمرنا من الغوري متصان ان شاء الله ومعافى لأي زلزال. طبعا كل الشغل بقى صور موجودة اهو، السيخ داخل اهو، والجراب اهو، الجراب لسه ما اتحانش طبعا اهو. هنا برضو في حتت في الغوري اهي، شايف انت النقطة تبقى داخلة لجوه، المايل هو نوع الايه، نوع الانقل. وادي العقد اهو، وادي الصحن، الصحن اللي اتعمل اهو، بينا الصحن قبل كده، دي رسومات هندسية بتبين كل حاجة بالتفصيل اهي. في اعتاب، الاعتاب دي مشكلة، عشان اعالج عتب فك من بعضه مشكلة، مشكلة ده العتب شايل بلاوي. يبقى انا بقى لو مسمرت العتب في بقية الحوائط اهو، كل حجر من العتب شق مسمار، دي حاجات صغيرة بس مقرفة، مقرفة في الترميم. نعم السنة اللي فاتت بالها رفع العقد، استنى بقى دي ها عشان ايه؟ عشان برضه نبعد طبعا طبعا، عشان نبعد عن الشباك، لان ما بين الباب والشباك منطقة ضعيفة انشائية، فانا ببعد. والمايل اقوى من العدل، المايل اقوى من العدل خلاص. لما تيجي في لعبة شد الحبل اللي كانوا على مهمة في الجيش، كنا ما بنعرفش كده ونشد الحبل كده، لازم نعمل كده، لازم عشان كده في عزمة أكبر، شايف؟ نشغل الرجلين دول وبينهم مسافة، فده بيديك عزمة أكبر، فالمايل أقوى. ده اللي في المكان اللي احنا فيه. هذه السلحدارة، شفت احنا هنا ثقبنا ومسمرنا فين؟ في السلحدار، في صحن السلحدار بين العمود وبعضها، لان العمود ده كان فاتح بينه وبين العقد الداخلي، فكان لازم العقد الداخلي يتربط في العمود، فربطناه ب3 اسياخ اهو. واماكنهم موجوده هنا اهي على الطبيعه فوق. طبعا لو انت رحت تبص مش هتلمع حاجه، مش هتشوف حاجه. طيب انتقل لتقنيه ثانيه عشان برضو الوقت. التقنية اللي بعد كده في سنة 2001 سنة 2001 كنت رايح زيارة لأحد الجامعات الأمريكية، فلفت نظري وأنا راكب المواصلات والعربية إن ماسكين الكباري بتاع كاليفورنيا
كاليفورنيا دي منطقه متميزه قوي في امريكا، ماسكين الاعمده بتاع الكباري وقاعدين يلفوها بماده سوداء. ايه ده كل الكباري قاعدين يلفوها، عندهم الاعمده دائريه حتى اللي مش دائري المربع قاعدين يلفوه بماده سوداء. وطبعا انا كمهندس انشائي لازم تلفت نظر. فاول ما وصلت الجامعه اللي انا رايح ازورها وقاعد مع الاساتذه اللي هناك، قلت لهم يا جماعه انا شفت، معلش بقى انا قلت لهم احنا جايين من الشرق، والشرق بقى العريق، انما ما عندناش التكنولوجيا بتاعتك، لقيتكم بتعملوا كذا 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 كذا. قالوا اه ما دي الكربون فايبر، الالياف الكربونيه. امريكا كانت بتعاني من الاوفر لود على الكباري، العربيات كترت عندهم وحمولاتها زادت والكباري قديمه، فكان عايز يكبر اعمله الكباري عشان يكبرها بالخرسانه بتضيق الدنيا وشغلانه. فاكتشفوا ماده اسمها الالياف الكربونيه يلفها على العمود. طب وبعدين لما تلفها على العمود؟ قالوا العمود لو كان بيشيل طن بعد اللفه دي هيشيل 10 طن، 10 اضعاف، 10 الاضعاف هيشيل الماده دي اقوى من الحديد 10 مرات. انا طبعا استغربت، خدوني بقى معاملهم ورحت معامل في جامعات تانية، لقيتهم مهووسين بهذه الماده. الماده دي فعلا انا لقيتها واعده. طب يا جماعه انتوا بتستخدموها في الكباري؟ ده انتوا اصلا بتعملوا ابحاث. احنا بنعمل ابحاث لان الماده دي هي المستقبل، العربيات هتبقى منها، الصواريخ هتبقى منها، الطيارات هتبقى منها. معقوله هي الماده دي؟ فين الماده دي؟ اهي هنوريك الماده دي، اهي خد اهي دي حته كربون فايبر. قلت لهم هي دي الكربون فايبر الماده الواعده؟ والنبي انتوا بتتدلعوا. شايف القصر؟ شايف القصر ولا تنتهي؟ اهي اهي في ماده بقى اهي. خد يا عم يا كل اتني اتني، خد يا سيدي اتني. فلقيت مواد قالوا دي المستقبل، دي اللي هتحل محل حديد التسليح، دي اللي هتحل محل الحديد في العربيات والصواريخ والطيران. الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 2001 قبل ايه؟ ما اتعملت 12 خلاص طيران. العربية الشيروكي، العربية الشيروكي ها، شاشات العربيات في العربيات الشيروكي اتعمل منها الطيارات النهارده. ولما عملوا الطيارات من المادة دي خفت قوي، قل استخدام البنزين، فقال لك هي دي المادة الواعدة. جيت انا مصر بقى وانا ايه؟ جيت مصر وانا مبهور مبهور بهذه المادة. كان عندنا قبتين ارتنة مش عارفين نعمل فيهم ايه، قبة سدوم وقبة العين مشرخين كلهم بالطول. قبة سدوم فيها زخارف، قبة العين كسرتها ده انت بطل ده. طب ها بس هل زي الصفيح؟ هل زي الصفيح؟ طيب ماشي ماشي. طبعا لو في حته صفيره هي حديد كانت انتمت على طول. صاحبنا خدها تحدي بقى، تحدي المصريين، تحدي الفراعنه، تحدي الفراعنه، حط في دماغه انه يكسر. طب بالمره هنا بالسيخ، بالسيخ اثنين لو جدع 100 جنيه لو كانت السيخ. خلاص يلا تحدي بقى. يلا 100 مني و100 مني. فالمهم جيت مبروك في لجنه من اللجان برضه كان حاضر فيها الاستاذ عبد الله العطار، وكان حاضر فيها الاستاذ المرحوم مدحت من الباب. دول كان اكبر راسين في الاثار ايام. يا جماعه انا عندي علاج حلو قوي لقبه سدون وقبه العين. والله طب قول هتعمل ايه؟ هتفك؟ لا مش هفك. امال هتعمل ايه؟ هعمل كذا 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 كذا. مش نافع. ليه؟ ليه؟ يا دكتور سيد. قلت لهم طب شوفوا، شوفوا الماده دي، شوفوا دي، شوفوا عمري دي. ايه يا عم انت هتشوه الاثر؟ انت هتشوه الاثر. الاثر القبتين دول هيبوظوا. قلت لهم يا جماعه مش هيبوظوا ولا حاجه. احنا هنعمل كذا ونسوي كذا. رد الاستاذ عبد الله العطار.
هل استخدمت هذه المادة في آثار بلد المنشأ؟ قلت له أمريكا لها آثار ولها تاريخ يا أستاذ عبد الله، كندا لها آثار ولها تاريخ يا أستاذ عبد الله، ده كندا بقالها 100 سنة وأمريكا بقالها 200-300 سنة. ما قدرش يرد. قلت لهم طيب شوفوا برضو أنا هعمل لكم حاجة ظريفة، ادوني فرصة أنزل قبة الغول قبة العيني وأعمل فيها تجربة، نفعت أهلا وسهلا، ما نفعتش نبقى ندور على حل تاني. كان في مهندس يشتغل في شركة سيكا كان مهووس مهووس بينام الكربون فايبر، يصحى الكربون فايبر، مهووس بهذه المادة. اه والله مهووس. كسرها برضه؟ واقف كسرها في قطر. كسرها ازاي؟ على رجله؟ رجله؟ اه. لا لا. اكشف على رجله. هل هي نفس القوة لو كانت حديد؟ ها؟ لا لا بقول لك هل يعني انت بذلت مجهود دي لو كانت حديد كنت هتقدر تكسرها بالطريقه السهله دي؟ ركز برجله بقى وقعد اه قعد بقى يتفتوا يتفتوا. المهم المهم فاقنعتهم ان بلد المنشا ما فيهاش تاريخ ولا فيها اثار نستحق ان نعالج. فرح جبت المهندس ده قلت له تعالى. اكتشفت انا في كندا ان في استاذ مصري عضو لجنة الكود بتاع المادة دي، كانوا لسه بيعملوا لها كود، وليت الدكتور المصري قلت له اتصل بالدكتور فلان وانا عايز المادة اللي استوردوها وتجيبوها وتعمل لي كذا حوالين قبة الغول تحت اشراف الاستاذ ده، لان الاستاذ ده عضو في لجنة الكود عارف كل حاجة عن المادة. عملناها. تتميز هذه المادة. طب خد لو قلت ايه شانل شانل من الكربون فايبر. تعال تعال ايه دي لو جدع بس صح من ريك ما بيسرهاش دلوقتي. انا لا اتنيها بس كده اتنيها بس. ايدين ايدين كربون فايبر بدل الاي بي من حديد مستقبل جاي. ها دي اللي بيعملوا بقى هيك العربيات المخاطر. ايه هتشتغل في الكباري وتشتغل في الاسر وتشتغل في كل حته تشتغل في كل حته. المهم جه الراجل عمل لي شريط حوالين القبه، اخترت له المكان عمل الشريط. قلت لهم الماده دي تتميز بانها تقبل التشطيب، يعني انت ممكن تدهن عليها بودره حجر. واحنا دهنين بودره الحجر عليها ودعيت اللجنه تعالى يا استاذ عبد الله تعالى يا استاذ مدحت تعالى يا استاذ زيتنا شوف. قالوا في ايه؟ ما اللقبه لسه مشرفه. قلت لهم انا عامل حاجه صغيره بس ايه. ورحت ماسك المفتاح وشايل البلاط من على الشريط اللي انا عامله. الشريط اللي انا عامله راح تبين الماده بلونها الاسود ده بلونها الاسود واخد بالك؟ فالناس انبسطوا قال الله. طب ما كده دكتور سيد مش هبان. قلت لهم مين قال لي هبان؟ ولا هبان ولا حاجه، وقوتها تساوي 10 اضعاف قوه الحديد، يعني هتربط القبه عمرها ما هتشرخ. خلاص؟ فالحمد لله لحد النهارده لم يحدث في حته سوداء يا جماعه. نعم لا سودا قماش اسود قماش اسود. المهم في حاجه اسمها جلاس فايبر ثلاث اضعاف قوه الحديد. قماش قماشه القماش ده له ماده عايز تلزق في الحته دي تجيب الماده وتمسح على القماش ده اكنك حطيت ماده اقوى من الحديد ثلاث مرات وبعد كده تنهم عليها بودره اي بودره انت عايزها، بودره حجر بودره جير اي حاجه انت عايزها. خلاص؟ طيب فالجلاس فايبر ده اخترعوه قبل الكربون فايبر، وعلى فكره ده معمول منه الشبك، الشبك اللي بنحطه تحت البياض، الشبك اللي استخدمناه عشان صاحبنا استخدمناه تحت البياض. اه واخد بالك؟
في بقى قماش زي ده كان معايا مش عارف ازاي نسيتها في العربيه، كان معايا قماشه زي دي كاربون فايبر، كان نسيج قماش قماش، امال ده ايه؟ دي مقاطع. طب امال ده ايه؟ سياخ. طب امال ده ايه؟ شرائح. الشرائح برضو دي بنجيب الماده اللي بتلزق وارزقها على الشرخ، الشرخ لو كان كده هتسقع عمود عليه وابيض عليها وانتهى. طبعا شرائح اطول من كده. ففي عده انواع من الالياف الكربونيه، يا اما الياف نسيجيه دي دبل في الاتجاهين، النسيج كده والنسيج كده، في سنجل سنجل في الاتجاه ده فقط مترابط في الاتجاه الثاني سنجل، وهكذا. ففي زي ده اسود او رمادي اللي هو الكربون فايبر. ماشي يا دكتور، بنلف عليك لما ايه؟ بنلف عليك كده. عشان اضاف الحديد. هو بيعمل مرض ازاي؟ المرض بيقدر هو يعرف في اختبارات عندنا في الماتيريال مكان بيقيس الحاجات دي، اختبارات ضغط واختبارات شرط بيقيس الحاجات دي. ادي راجل اهو في امريكا بيعالج عمود كوبري اهو، شايف كربون فايبر السودا، السودا دي شايفها السودا دي الالوان بتاع الجلاس فايبر اهي، دي الوان اهي ملونه، جلاس فايبر ملونه خلاص. ادي اللي انا وريتها لك البيضه، جلاس فايبر بيضه، ادي السودا ده ايه؟ كربون فايبر، كربون فايبر، ادي كربون فايبر نسيج. اللي هي الكربون فايبر عايز السؤال عايز تنبيه كسرها تاني كسر؟ لا لا لا، دي مثال دي نسيخ تاني عشان مثال مسك مثال مسك دي ماده كيميائيه بس. لا ديت ديت خليط من الكربون فايبر على بلاستيك، من الجلاس فايبر، جلاس مش كربون، السودا هي اللي كربون، السودا هي اللي كربون. طبعا يعيب يعيب المادة الخام احدى المنتجات البترولية، احدى المنتجات البترولية، غالية غالية. ده المتر 20 سنتي وطول متر حوالي 120 جنيه، غالي ما زالت غالي، انما على المستقبل هترخص. في امريكا وكندا وموجوده في مصر النهارده استخدمناها، وانا هقول لك الاثار اهو، انا استخدمتها في العيني واستخدمتها في السدود، وهقول لك الاثار اللي استخدمت فيها. عالجوا بيها الابد، عالجوا بيها القبوات اهي، ابو اهو ابو اهو، استنى وديجري ليه اهو اب، شوف الابو بيعالجوا ازاي اهو، يجيب لك اهو ابو اهو، دي الماده اللي بتلزق اهي، هيحط مكان المواد الغامقه ده اهي، مكان المواد الغامقه الشرائح وهكذا. طيب وبعدين نشوف شويه صور كمان اهو، الشريط الكربون فايبر في ايده اهو، الرماد اللي تحت ده اهي، دي الماده اللصقه اهي، ادي يا سيدي قوس نصر كان في سنجة وقعت منه لزقوها بكربون فايبر وسب اهو لسه ما دهنهاش. حيطان ممكن ادعم حيطان بالكربون فايبر اهو، زي ما انت شايف الشريط الاسود ده كربون فايبر. قبة فاطمة اللي هنا، قبة فاطمة اللي قدام اللي هنا في الشارع الثاني الموازي ده، ما هي متعالجة بالكربون فايبر، متعالجة بالكربون فايبر، بنستخدمها في تدعيم القباب، في تدعيم قبة مسجد العيني وقبة سدوم ثم قبة فاطمة بالجمالية. ادي قبة العيني وادي قبة سدوم وادي قبة فاطمة، ثلاث قبب، ثلاث قبب. هنا المادة النص ناعم، طبعا ناعم ما تمسك القبة برين من كده عمرها، هو ناعم حط المادة وهيديها ريك زي الريك بالليل دي هنا فوق من هنا حاطين طاعه الشيء ده 4 5 ليه مسكت زي ما انت عايز انت اللي بتعمل شرط دوري ده هي كانت امك مش هتاخد دوري لو كانت مش هتاخد دوري كده يعني ساعتها بالليل كنت خد بالك، وده هدف فوقها ببودره حجر ما مش باين
وابص على قبة العين والحمد لله عايشة ما شاء الله لحد الوقت. نعم المادة الأقصى لاصقة مادة أبوكسية لا اسم علمي نسيها اسمها مادة رقصة لاصقة أبوكسية الكربون فايب خلاص مادة أبوكسية. دعمنا أعتاب زي عتب وكانت قايد بايب البطني عتب لقيناه مشروخ عشان نشيله ونجيب غيره شغلانة فاحنا لازقين له من تحت حتة شريحة كربون فايب. مسجد أم الغلام كان فيه عتب برضو مشروخ من النص جبنا حتة شريحة كربون فايب ولزقناها من تحت. فسقية محمد علي في قصر محمد علي بشبرا كانت متدمرة اللي هي التماثيل الرخامية دي اتلزقت كلها بالكربون فايبر وهوريك صورتها قبل وبعد. في بقى موضوع برضو كان مهم فيه الكربون فايبر وكان استخدام عبقري انتوا عارفين مؤية شيخ من الجوامع الكبيرة في مصر وتاني مساحة بعد الحاكم فكان في مشروع كبير كبير فيه عدى 30 مليون لان بنينا هدينا الايوان اللي كان معمول بالخرسانة وعملنا ايوان اثري والايوان الثاني كان مهدود اتعمل والايوان الثالث. المهم قرب الافتتاح لقيت الجماعة اللي في الموقع بيتصلوا بي يا دكتور سيد تعالى فيه يا اولاد بس ما تيجي قرب الافتتاح الجامع خلص واتحدث معاه الافتتاح والوزير ومش عارف رئيس الوزراء كان رئيس الوزراء الطويل ده هيجي يفتتح نظيف واخد بالك. المهم دخلت لقيت الناس اكنهم في ميتم في اولاد في حد مات قالوا لا ده في مصيبه اكبر. ايه المصيبه الاكبر؟ قالوا تعالى خدوني اثريين والشركة شاري كل الدنيا ودوني على المؤيد شيخ الرق وانت داخل من الجامع الرق على الشمال اللي جوه ايه؟ قال لي بص قصيت لقيت قاعدة العمود الرخام الدائرية مشروخة نصين واللي تحتها الشرخ الهاشك اللي تحتها يعني العمود جاب اللون للقاعدة الدائرية شرخته القاعدة المربعة اللي تحته شرخته والعمود والقاعدتين رخام انت يا نهار اسود ايه اللي حصل؟ القاعدة شرخت نصين القاعدة الدائرية شرخت نصين. طيب وبعدين والافتتاح جاي هنعمل ايه؟ قعدنا نفكر هنعمل ايه؟ تعالى بتاع الشركة تقدر عايزين نشيل العمود ده بالذات شايل اربع عقود يوم في الروك شايل اربع عقود واخد بالك تقدر عايزين نفك العمود ده ونشيل القعدتين ونجيب قعدتين غير هو الحمل كامل على العمود. قال لي 80 طن ومين اللي هيشيل 80 طن؟ يقطع 80 طن من على العمود عشان نحرره؟ احنا شلنا اعمده كتير وعتقنا الحمل على اعمده كتير في الجوهري وفي محمود محرم وبقى السقف واقف على الهواء ونشيل العمود ونشيل القعده وندخل كله انما ده 80 طن ما عنديش انا جاكات نشيل 80 طن وبعدين داخلين على الافتتاح المهم فربنا الهمني واخد بالك ان انا افكر واستعيد ماده الكربون فايبر رحت جايب المهندس اللي انا بقول لك مهووس بالكربون فايبر ده يا مهندس فلان انت فين؟ قال لي انت فين؟ قلت له تعالى لي المايه تشرب جالي المايه تشرب قلت له بقول لك ايه؟ تقدر تعمل حبل من الكربون فايبر اربط بيه القعده دي واربط بيه القعده دي قال لي اديني فرصه ثلاث ايام خلاص تروحات خد لك فرصة ثلاث ايام. لقيته بعدها بيوم ولا يومين قلنا يا دكتور سيد انا ما نمتش من ساعة انت ما كلمتني ان شاء الله قدرت اعمل لك حبل. قلت له العبرة مش في الحبل العبرة كمان في الزرجينة اللي هتزرجن على الحبل
انا عايز زرجين. قال ان شاء الله اعملها لك. بعدها بكم يوم قال لي عملت الزرجين. هوريك كل الكلام ده بالصور، هوريك كل الكلام ده بالصور، لان كان ايامها كان يعني الوضع كان صعب جدا. اهو شايفين الشرخ يا جماعة؟ مش عارف انتوا تشوفوه ولا لا. طبعا بالنسبة للمواطن العادي لا في حاجه شرخ لا الناس بيقول لك انا نسيم لسه كده انا سلمك كده مشرخ يقول لك انتوا حراميه ولا 50 في 60 خد رشاوي وتسلمنا جامع الشيخ شيخ الشيخ طبعا الشركه حاولوا يستعبطوا وبسرعه مالوا الشرخ عشان ما يجيش ربنا فضحه وجاب الشرخ تاني بعد هما ما ينسوه على يسوق المونة فكونوا هناك بطعة مفوضة وخلوها شاهد في الجهالي ومسلم على الجهة الثانية قبل أعمل وقفان على العمود وقبل أعمل الموضوع على العمود وقبل الشرق اللي أعمل وقفان وهو فتح ثاني لأن يسوق فتح ثاني. فالمهم عملنا ايه بقى مع المهندس ده، مهندس النابغة ده ما كانش يسافر حطيها طبعا بقى حطينا بقى وحطينا ستيكرز عشان نشوف العمود هيهبط في المساحة هيهبط ولا يمين، حطينا تحت الدراسة وحطينا بقى على طول الشرق اهو والستيكرز اهي عشان نتابع. مفيش هو مفيش غير ان العمودين اتشرق، العمود ثابت كل حاجة ثابتة كل حاجة تمام الا منظر الايه العمود ده. وانت عارف مفيش حاجة بتستخبى في الآثار ولا في حاجة بتستخبى في مصر خلاص، يعني هتبقى فضيحة بجلاجل يعني. المهم جبنا المادة اهي الياف كربونية ومادة اللزق، اللزق اهو عملنا حبال من النسيج الاسود، النسيج الاسود بتاع ده عملنا حبال اهي وليسناها بالمادة وعملنا في المادة جروس جروف خروف كده اهي. شوف هنا اهو اهو حطينا فيها الحبل بتاع الكربون فايبر والوردة اللي اخترعها السردينة دي سردينة دي سردينة اللي اخترعها عواد اخترعها يمسك الحبل الطرف ده والطرف ده وبالايد ده اهي ويلف 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 اربط الكربون فايبر على القاعدتين اهم يعني. طبعا القاعدة اللي تحت عملنا اثنين جروب قبل جروب اهو في حبل وقال الجروف في حق واخد بالك وعملنا واحد في القعدتين وعملنا واحد في نص المدور وعملنا واحد بين القعده دي والعمود او واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس صفوف من خلاص. بعد كده بعد ايه اللي تم رحنا جايبين بودره الرخام، بودره الرخام اللي ناتج من الشنور ولزقناها فوق هذا هذه البوخ. النهارده لما تروح صعب جدا انك تلاحظ اي حاجه معموله، والحمد لله لحد النهارده مفيش اي مشاكل في المؤيد شيء. ده كان في المؤيد شيء. بعد ما خلص بعد ما خلص اهو اهو طلع لي الشرخ ولا مكان طلع لي الشرخ. وبعدين الشركه جت غبيه، لو كانت هي ليست ببودره رخام كان ممكن احنا ما خدناش بالنا، انما هم رئيسوا بودرة ايه جير وحجر فده اتصرف غير ده. ايه لا اللي جاي على عمود 80 طن انا كنت خايف من ايه؟ احنا كنا خايفين من ايه؟ ان مع التحميل وزلازل ان تلاقي الشرخ وسع وسع. زمان لما كان دراعنا بيتكسر مش كنا بنروح لمجبراتي؟ كان مجبراتي بيعمل ايه؟ يلف لنا حاجات كده كده لحد ما تمسك في بعضها. احنا هنا عملنا جبيره جبيره ان يعني الشرخ عشان ما يفتحش كتفته وكتفته بماده اقوى من الحديد لا يمكن يفتح، ولحد النهارده ما فتحش. ولو رحت اتفرجت على العمود الرب مش هتلاقي حاجه اهو في الصوره، مفيش اي حاجه في الصوره. الفاسقيه بتاعت محمد علي في شبرا احنا كانت بهذا الشكل، كانت بهذا الشكل اصبحت باستخدام الكربون فايبر بهذا الشكل، اتلزقت في بعضها من تحت من تحت يا جماعه
بالكربون فايبر ورجعت كل حتة اهي الى مكان. دي التقنية بتاعت الكربون فايبر وهي مادة واعدة. بقول مادة واعدة لها مستقبل كبير ان شاء الله. اخر تقنية مش عارف انتوا عارفينها، اعتقد ان انتوا عارفينها، اللي هي الحق. الحق انا اعتقد ان تقنية الحق من اسلم الطرق. غالب غالب غالب. انا بقول لحضرتك اهو، يعني الحته ده اهي لو هي كربون سودا، يعني لو هي كربون سودا اهي، ده العرض 20 سم. المتر من دي اول ما استخدمناها في العيني كان ب 260 جنيه. لما كتر استخدامها ومصر بقت تستوردها وصلت النهارده الى 150 130 جنيه متر من دي. المتر كربون فايبر ايه؟ لا معلش، انت ما تستخدمها في الاثر وتلاقي كميات كبيره، يعني هتلاقيها اغلى من اي حاجه ثانيه. ما بقولكش رخيصه، انا ما بقولكش رخيصه، خد بالك، يعني انا بقارنها بالاستخدام بالمواد الثانيه. طيب وبعدين فالحقن انتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفين الحقن. انا قلت كلمتين مصاب ان يبيهم المحاضره على الحقن. الحقن عندنا نوعين، حقن تربة وحقن عناصر إنشائية. ساعات بيبقى الكلين الحجر كويس، الكلين الحجر كويس ومن جوه رد في فراغات عليه. في هذه الحالة لازم أول فيلم اللي جوه أقوي إزاي؟ أملى فراغاته بمونة، بمونة بنتنايت، بنتنايت يعني طين، طين راقي، ببنتنايت على أسمنت، ببنتنايت على جير، ببنتنايت على جير على أسمنت، واخد بالك؟ عشان اقوي الحيطه. لما تقوي الحيطه تمنع نفاذيه الميه خلالها، الميه اللي جايه من التربه طالعه فوق. طيب التربه نفسها، انا قلت لك في الاول ان انا ضد او لا افضل استخدام المايكروبايت اللي هي الايه؟ خنزير البريد. ما حدش قال لي طب ما هو البديل؟ البديل هو الحق. البديل هو الحق. اما الاقي التربه تحت الاثر ضعيفه احقنها احقنها. واحنا عملنا الكلام ده في بيت السادات، بيت السادات عملنا ستاره خزويه حصلت الاثر من جميع الجهات. طب والارضيه؟ حقناها، حقناها بحيث اصبحت غير منفذه للميه، غير منفذه تماما للميه. فالحق بيقوي الحوائط ويقلل نفاذيتها، الحق بيقوي التربه ويقلل نفاذيتها. طالما التربه قلت نفاذيتها يبقى زادت قوتها، بمنع مرور الميه للاثر. ده في الحقن. انما عشان تبقوا عارفين، الحقن عمليه هندسيه انشائيه بحته، عمليه انشائيه بحته، تحتاج تصميم، تحتاج دراسه. بين الحقنه والحقنه لازم يتحدد عمق الحقنه، يتحدد. انما تتميز اعمال الحقن بالسهوله. مولين الحقن على قفا من يشيل، على قفا من يشيل، بيجيبوا لنا شويه صعايده وشويه ناس كده عيال اللي هم الصغيرين دول يقعدوا يحقنوا. مش عايزه خبره اجنبيه، مش عايزه تكنولوجي. عشان كده احنا استخدمنا الحقن بتوسع في الاثار سواء في الحيطان او في التربه، واستغنينا عن المايكروبايلز في التربه اللي هي المكلفه بالحقن. الحقن النهارده المتر، الحقن النهارده المتر، متر الماده المحقونه يعني تقريبا 1400 1500 جنيه. الحقنه تاخد لها متر، متر. يبقى لما يكون عندك متر 100 متر او 100 حقنه هيكلف كام؟ هيكلف 100,000 جنيه للموقع كله. وتنسى، تنسى التربه. الحقن لا يضر التربه ولا يضر الاثر، ما بيضروش. ما انا بعمل ايه في الحق؟ الحق ان انا الفراغات الهوائيه داخل الحيطه او داخل التربه بملاها مونه، بملاها مونه. قد تكون المونه دي طين راقي اللي هو البنتونايت، قد يكون بنتونايت عليه حفان اسمنت، قد يكون بنتونايت عليه حفان جير. يبقى انا حولت الجسم اللي عندي من انه فيه فراغات الى جسم مصمر.
والمادة دي لها خاصية التلاصق، هتلزق العناصر لبعضها، فهتقويلي التربة وهتقويلي الحيطان. خلاص استخدمنا الحقن في تقريبا أغلب المباني. القاضي عبد الباسط حقن التربة بتاعته، شرف الدين وأخيه اللي في شارع الأزهر تم تدعيم التربة بتاعته باستخدام الحق، شرف الدين وأخيه. القاضي يحيى استخدمنا فيه الحق، مشروعات كتيرة استخدمنا فيها الحق، برقوق ومحمد بن علوان استخدمنا حقن الحوائط. ما انت بتحقن حوائط، ما تحقن الحوائط لم تسمح المية بالايه بالصعود، لما تحقن التربة يبقى انت قويت التربة، مش عايز مايكرو بايز، التربة هتشيل الاثر ولو جه زلزال مش هيحصل اي حاجة. الحقن كمان لا يحول العناصر الانشائية او التربة الى ريجيد 100%، لا، لان الحقن اغلبه طين، اغلبه البنتونايت اللي هو الطين، والطين ده بياخد ويد معانا، والطين ده على فكرة له خاصية الانتفاش، احنا بنحقنه مبلل، اما الطين ده بيتبلل اللي هو البنتونايت ده ما بيتبلل بينتفش، حجمه بينتفش، حجمه بينتفش، ينتفش. طب الانتفاش ده هيروح فين؟ هيمشي في فراغات التربة او في فراغات الحق. بس ده الحق، فالحق يعتبر بديل. يعني احنا الحمد لله من ساعة معرفنا المايكروبايلز استغنينا عنها واستخدمنا الحق. فضل كلامك صح، لا كلامه صح، اثري واعي عقل، عارف ان هو مش عايز يضحك عليه. طب الحقن هنا، ما احنا حقنا، قول انت حقنت. طب يا حبيب امتحنت الحته دي كلها؟ اه. طب تعالى هنا خد لي كور عشوائي، خد لي كور وطلع الكور، هتقول المعمل اشوف لك الحق بلا كل الفراغات ولا لا. الحاجه الثانيه بنعمل الكور ده اختبار مفازيه، هينفذ الميه، لو نفذ الميه يبقى في فراغات جوه ايه؟ ما وصلهاش الحق. ففي تجارب عندنا للامتصاص والنفاذيه، وتختار الكور عشوائي. احنا كنا بنخلي الاساليب قول اختار في المكان اللي انت عايزه، يجي له الراجل بتاع الكور قول له خد لي هنا، خد لي هنا، خد لي هنا، ونبعت كل ده للمعامل يختبر لكي نتاكد. لان على فكره مجال الحق، وانا بقول لكم اهو كمهندس، اجدع مجال يتسرق فيه، اجدع. انت بتحقن حاجه مدفونه، وانا شايف يا عم التعبان، وايام ما كنا بنحقن ياما اتقال علينا كلام، دول ولاد كلب حراميه. ليه؟ ده بيحقنوا ميه، احنا هنحقن ميه؟ ميه هو شايف ان البرميل مليان مونه، يقول لك ده بيحقنوا ميه. واحد تاني يقول لي انت حقنت، تقول له اه، ويقول لي ازيك؟ ايه اللي عرفك؟ التجارب، بالتجارب. خلاص؟ زي ما عملنا المايكروبايت وراحوا طالعين في ناس كده غوغاء غوغاء، عرفوا ان المايكروبايت بيتكلم، كراحوا طالعين قالوا بتوع الاصل دول حراميه، واللي بيشتغلوا معاهم حراميه، ما بيتقال عليكم زي ما بيتقال علينا، ما فاكرينكم مليون يا راجل، ما تقدم ناس كده، تقدم نفسك انا اثري في الاثار المصريه. ده غير بقى السرقه والنهب والتحف اللي بتتسرق والاثار اللي بتتهرب والمخازن اللي بتتملى اثار، سمعتكم معروفه. واحنا لما اشتغلنا معاكم اطلقتونا منكم، اطلقتونا. ده يتقال برضه اللي بيشتغل معاهم حرامية. لما عملنا المايكرو بايلز في الكنيسه المعلاه وفي الكيخي طلعوا الغوغاء، قالوا انتوا عملتوا مايكرو بايلز؟ اه. عمقها قد ايه؟ قلنا في كيسه المعلاه 23 متر وفي الكيخيا 18 متر. راح رد واحد منهم قال ايه اللي يثبتني؟ وايه اللي يثبتني؟ كان ماسك قطاع المشروعات اللي انا دكتور زمان، بس الدكتور شعبان طه لقيته بيكلمني يا دكتور سيد تعالى احنا على اخر الزمن عندنا حراميه. قلت له ازاي؟ قال الناس بيقولوا ان الخوازيق هي ما نزلتش 23 متر. ايه اللي يثبت ان الخازوق نزل 23 متر؟ يا جماعه الارض هتحقق عليه ازاي؟
بسرعه. قلت له طب يا دكتور شعبان اديني فرصه اعمل اتصالات واقول لك الحل ايه، ولازم تطرح دكتور جاب الله انا معايا سرير علميه تثبت ان الكيسه معلقه الخزين فيها 23 متر والكيخه الخزين اللي فيها 18 متر والا هتفضح قدام الناس دي. لان كل الناس لهم اعداء ومنهم فيهم يعني منكم فيكم من حربة. انا عارف ان في حاجه اسمها جيوفيزيا طرق اسمها جيوفيزيائيه خلاص، فمتخصصين فيها جماعه بتوع العلوم. فكان سالت على مين متخصص في الجيوفيزيا يا جماعه في جامعه عين شمس، قال لي الدكتور عبد الناصر مش عارف عبد الناصر هنا اشتغل هنا على فكره اشتغل في كل حته، اشتغل في حروب محرره، اشتغل في الصدار، اشتغل في كل حته. قلت له يا دكتور عبد الناصر احنا عندنا في الكنيسه نعلقها عاملين كذا كذا عاملين خوازيق عايزين نحسب الشكل ما احناش عارفين عمقها، تقدر تحدد لي عمقها ازاي؟ قال لي فاضيلي اتأثر يوم ضبح ما يكونش في عربيات رايحه على عربيات جايه، في حاجه اسمها الطريقه الزلزاليه يدي موجات للتربه، في موجات هتعدي من تحت الخوازيق، في موجات هتصطدم بالخوازيق، ما هو بيضرب ضربه هنا ويستحملها من هنا، والموجات تخش كده اللي تقابل الخازوق مش هتوصل، اللي تعدي من تحت الخوازيق هتوصل. فضلوا الاثر من الجمعه، شوفوا هو عايز ايه، انا هجي لك كمان من الجمعه، والدكتور شعبان جه من الجمعه والناس كلها جم. اشتغل يا عم اشتغل، راح الراجل مطلع لنا في كل حته قطاع خوازيق هنا 22 ناس، خوازيق هنا 23 ناس. على فكره في هنا مبروك تحت الارض تكون الشعر كشف المجاريف، لان المجاريف فراغات برضو عملت على الموجات بتاعت حاجة. قال يا جماعة خلي بالك فينا ما بنكون حد، طلعوا مبروك طلعوا مبروك. شوف بقى كل اثر بيتعمل فيه مايكروبايز بعد ما يخلص هنعمل فيه تقرير، وبقينا نكتب في المقايسة التأكد من أطوال الخوازيق الإبرية بند. فعشان كده كل الآثار اللي اتعمل فيها مايكروفايز اتعمل فيها هذه الاختبارات واتقدمت هذه التقارير واتحفظت في المستندات بتاعتنا. اللي مش مصدق يروح يفتح، مش مصدق يروح يفتح يمسك خازوق ويفتح، هنعمل لهم ايه اكتر من كده؟ وهكذا. ما في اسئله ثانيه؟ زمايلك مستعجلين عايز يمشي يمشي يا جماعه، وتعالى بقى فين فين؟ تعالى هيقول لي بقى مش عارف ايه وايه؟ فواحد خد واحد